المشاهدين عبر فضية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يدعو إلى السلام في أوكرانيا وتجنب كارثة عالمية. صلاة الأربعين لراحة نفس المطران كبرائيل دحو في كنيسة السريان الأرثوذكس بعمان. كنيسة دير الكرمل ببيت لحم تحتفل بعيد القديسة مريم ليسوع المصلوب. الرئيس العراقي يشدد على ضرورة مشاركة المسيحيين في كل مناحي الحياة بدون تمييز. وفيها أيضاً الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، وتحدث في مقابلته التي ألقاها في قاعة القديس بولس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. بدأ قداسة البابا اليوم سلسلة جديدة من التعليم المسيحي في موضوع التمييز، وتكلم على معنى التمييز وقال: التمييز في حياتنا وفي حياة الجميع أمر مهم، يجب أن نعرف كيف نختار وماذا نختار. لذلك يجب أن نميز بين الخير والشر، وهذا أساسي في حياة كل إنسان. وتكلم قداسته على مثل الكنز المدفون في الحقل، ومثل اللؤلؤة الثمينة، ومثل فرز الصيادين بين السمك الجيد والرديء. في جميع هذه الأمثال كان يجب التمييز للاحتفاظ بالكنز واللؤلؤة والسمك الجيد. تنشأ في الحياة مواقف غير متوقعة وغير مخطط لها، حيث يجب أن نعرف أن نميز، فنعرف أن نتخذ القرار الصائب. وقال قداسته: من صور المزارع والصياد والتاجر نرى أن ملكوت السماوات يتجلى في أفعال حياتنا العادية، وفيها يجب أن نتخذ موقفا. لهذا من المهم جدا أن نعرف كيف نميز، إذ يمكن أن تنشأ الخيارات الكبرى في ظروف تبدو للوهلة الأولى ثانوية، ثم يتبين فيما بعد أنها حاسمة. التمييز يتطلب جهدا وتعبا، ولكن لا غنى عنه في حياتنا، وهو يتطلب منا أن نعرف أنفسنا ونعرف ما هو جيد بالنسبة لنا هنا والآن، ونعرف أن الله أعطانا الحرية لنستخدمها ونعرف أن نختار، ويكون خيارنا هو الحب لله وللناس. كل هذا يتطلب مني قبل كل شيء علاقة بنوية مع الله الذي يحترم قراري وحريتي. خلال 6 أشهر من الصراع في أوكرانيا، لم تتوقف نداءات البابا فرانسيس من أجل السلام وتجنب خطر وقوع كارثة عالمية، ولم يفوت قداسته فرصة لكي يذكر العالم بأن الذين يصنعون الحرب ينسون أن كل حرب تمثل هزيمة للجميع، داعيا البشرية لأن تدرك بأن الوقت قد حان لإلغاء هذه الحرب ونبذها ومحوها قبل أن تمحو الإنسان من التاريخ. وتساءل البابا في هذا السياق: ما هو النصر الذي سيرفع علما على كومة من الركام؟ لافتا إلى أن الحرب في الواقع هي مكان موت لا معنى له، حيث يقوم الآباء والأمهات بدفن أطفالهم، ويقتل البشر إخوتهم دون أن يروهم، وحيث يقرر الأقوياء ويموت الفقراء، إنه جنون لا مبرر له.
ووجه البابا فرانسيس المتقاتلين للنظر إلى الأطفال المشردين منذ بداية الصراع وقال: إنه يدمر ليس فقط الحاضر وإنما مستقبل المجتمع أيضاً، ويتسبب في صدمة مأساوية للصغار والأبرياء بين الناس. ووصف قداسته القتال بأنه عمل همجي وحشي ومثير للإشمئزاز، ويتعارض مع قدسية الحياة البشرية، ولا سيما حياة الإنسان الأعزل التي يجب احترامها وحمايتها وليس القضاء عليها. بمناسبة مرور 40 يوماً على انتقال المطران كبرائيل دحو النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة إلى الأمجاد السماوية، رفعت كنيسة السريان الأرثوذكس في المملكة الصلاة لراحة نفسه، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه المطران أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية. وقد شارك في القداس الذي أقيم في كاتدرائية مار أفرام للسريان الأرثوذكس في الصوفية بعمان عدد من رؤساء الكنائس في المملكة والإكليروس السرياني الأرثوذكسي وحشد كبير من المؤمنين. يشار أن المطران دحو الذي توفي في 21 من شهر تموز الماضي رسمه البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني مطراناً ونائباً بطريركياً في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة في 10 نيسان عام 2019 في كنيسة القديس بولس الرسول في منطقة جبيها بالعاصمة عمان. ترأس سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن قداساً إلهياً لرتبة التكريس على البتولية من أجل المسيح الأخت تريز عواد المصري التي أعلنت نذور التكريس في مجموعة المكرسات. وشارك في القداس المطران سليم الصايغ النائب البطريركي في القدس وكاهن الرعية الأب سامر مدانات ومجموعة المكرسات وأعضاء اتحاد الجمعيات الرهبانية في المملكة وجمع من المؤمنين. وكان المطران الصايغ قد بارك أول المكرسات في الأردن منذ 90s القرن الماضي. اليوم أحلى فرحة بحياتي، أحلى يوم من الصبح حاسة حالي كأنه إلي جنحان وبدي أطير. نشكر الله على هاي النعمة اللي وهبني إياها، نعمة التكريس، أنا الغير مستحقة، فبشكره من كل قلبي. بشكر أمي مريم العذراء اللي هي أولى المكرسات، فالحمد لله ونشكر الله. بشكر الحضور جميع، بشكركم ونعمة ربنا يسوع المسيح ترافق كل اللي حضروا يا ربي، وبصلي من أجل خلاص النفوس. آمين. سيادة المطران خريستوفوروس معرض الأيقونات والكتب الروحية والمستلزمات الكنسية الأول لمدارس الأحد، وذلك في كاتدرائية البشارة العبدلي بحضور عدد من كهنة الرعية وأهالي الأطفال المشاركين. وبعد أن ألقيت الكلمات الترحيبية شكر سيادته المدرسين والمدرسات القائمين على المعرض، كما وجه الأهالي على تشجيع أبنائهم لعمل رسومات كنسية ليكونوا متخصصين مستقبلاً في رسم الأيقونات واللوحات التشكيلية الكنسية. وخلال الحفل استعرض الأولاد المشاركون قصتهم وعزفوا موسيقى نشيد عذراء يا أم الإله، ثم قدموا مسرحية قصيرة عن التوبة والاعتراف وختموها بصلاة خاصة. صادقت هيئة الكشاف الكاثوليكي في الأردن على أسماء المشاركين في المؤتمر الدولي الكاثوليكي للمرشدات والقادة المزمع إقامته في كولومبيا خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تضمن فريق الشرق الأوسط القائد عايدة الصوص مسؤولة للفريق، والأب إبراهيم نفاع مرشدا روحيا، والقائدة فيروز بوشي من الأردن، وكذلك القائدة جايين الحسواني من لبنان، والقائدة رنيم جابرييل من سوريا، والقائدة كريستينا أنور من مصر، والقائدة مجد حداد أمينة للسر. هذا وقد عقد الفريق اجتماعاً عبر الزوم لوضع الخطة المستقبلية للفريق، آملين من الله ومن أمنا العذراء أن يمنحهم النعمة والبركة لتقديم المزيد من العطاء والخدمة.
يتوجه يوم الأحد المقبل إلى المدارس الحكومية والخاصة حوالي 2,200,000 طالب وطالبة مع بداية الفصل الأول للعام الدراسي الجديد. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية التعليمية في الميدان التربوي واستقبال جميع الملاحظات الواردة من الميدان والطلبة وأولياء الأمور. وأضافت أن نحو 7,460 مدرسة تابعة لجميع السلطات التعليمية في المملكة جاهزة لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الحالي. هذا وقد قامت الوزارة بتأمين المقاعد واستلام وتسليم الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي. سبق ذلك دوام 173,000 معلم ومعلمة وإداري وإدارية للوقوف على كافة الاستعدادات. احتفلت الرهبنة الكرملية في الأرض المقدسة بعيد القديسة مريم ليسوع المصلوب، وبهذه المناسبة ترأس الأب أدلفو تيتو يلانا قداساً احتفالياً، وذلك في بستان دير الكرمل في بيت لحم، بحضور عدد من كهنة البطريركية اللاتينية والراهبات الكرمليات والرهبان وجمع كبير من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بمناسبة عيد القديسة مريم ليسوع المصلوب أقيم قداس احتفالي في بساتين دير الكرمل في بيت لحم، والذي ترأسه القاصد الرسولي قدس الأب أدولفو تيتو يلانا، وبمعاونة المطران بولس مرقدسو وقدس الأب عبدو الكرملي والأب برنارد بوجي رئيس المعهد الإكليريكي ولفيف من كهنة البطركية اللاتينية، وبحضور الراهبات الكرمليات الحبيسات ورئيسة الدير والأخت فريال وعدد كبير من الراهبات من مختلف المناطق وجمعا كبيرا من المؤمنين. هذا القداس بالنسبة لنا هو اجتماع العيلة كلها مع كل الناس اللي بيحبوا مريم، كانوا موجودين معنا بالقداس أو كانوا عن طريق الميديا أو الفيسبوك اتحاد صلاة، نكون مع بعض مع مريم مع القديسة مريم. أنا بالنسبة لي هذه أكبر عيلة بالعالم، وبتمنى أنه كل يا رب أنه كل الناس اللي طلبوا شفاعتها اليومين ربنا يعطيهم ومشيئته حياتهم، ويكونوا دائما يكون دائما معهم بشفاعة القديسة مريم، ويتعلموا زي ما هي كانت مع الروح القدس انه دائما هم يكونوا كمان مع الروح القدس. كل سنة وانتم سالمين يا رب، وهي شفيعة السلام في بلادنا الشرق الأوسط، يكون السلام يحل يا رب، يحل فعلا بالداخل في نفوسنا ويحل في العالم كله. اليوم هو مناسبة رائعة لكنيستنا وشعبنا في فلسطين اللي فيه بنحتفل بقديستنا الفلسطينية مريم بواردي، مريم يسوع المصلوب الكرملية، واللي علمتنا نحب يسوع بتواضع، نحب العدم الصغير، نحب التواضع، ونتقوى بنور وقوة الروح القدس اللي بيقود حياتنا وبرشدها. لم تكن مريم ليسوع المصلوب مجرد راهبة، كانت أيقونة العشق الإلهي، فاتحدت بقوة الروح القدس الذي أعطاها نوره فأصبحت حياتها نورا وبهاء وحبا لا متناهي. اليوم مع القديسة مريم ليسوع المصلوب نحن مدعوون إلى عمق الروح القدس لنعرف ونتعلم المزيد من المحبة وندخل في شركة الثالوث الأقدس كما طلبت منا القديسة مريم، فالمحبة لا تنتهي. بعيد القديسة مريم ليسوع المصلوب احنا اليوم منعيش الفرحة اللي هي عاشتها في حياتها، فرحة الطفولة الروحية اللي كانت دائما تختبرها في حياتها في الكنيسة على هاي الروحانية العظيمة الكرملية. اليوم نحن بنحتفل معها وبذكرنا انه كلنا مدعوين الى القداسة، ما في حدا منا هو معفي من هاي الدعوة، هاي دعوة عامة لكل المؤمنين، ولذلك اليوم هي بتأكد لنا أنه ممكن أنه نصير قديسين. لازم نطلب شفاعتها دائما ونصلي لبعضنا البعض حتى يوما ما يكون في مثلها مثايل في كل رعايانا وفي كل أماكن. من حي فضائية نورسات ونشكركم على الجهد اللي بتعملوا دائما، وإن شاء الله بشفاعة القديسة مريم ليسوع المصلوب دائما نشوف
مزيد من الدعوات الرهبانية والكهنوتية، وخاصة نعيش القداسة في بين شعبنا دائما. وبعد القداس أقيم حفل استقبال والتقاط الصور التذكارية في بساتين دير الكرمل. للنورسات مارلين الحدوى من بساتين دير الكرمل بيت لحم. أقيم في بيت الذاكرة بعمان حفل استقبال لسماحة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، وقد شارك في الاستقبال عدد من الشخصيات الأردنية والعربية والدبلوماسية، وألقيت خلال الحفل كلمات أشادت بالمواقف الأردنية المشرفة حيال القضية الفلسطينية وبالوصاية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة. كما تطرق المتحدثون إلى المخاطر التي تتعرض لها المقدسات الدينية في البلدة القديمة، ومن جانبه أشاد الشيخ عكرمة بالوصاية الهاشمية وبالدور الأردني الداعم للقدس ومقدساتها، مشيرا إلى أن المساس بهذا الدور يعني فرض سيادة الاحتلال على القدس. ودعا سماحته العالم العربي إلى مساندة المدينة وأهلها وتشجيعهم على الثبات فيها بوجه المخططات والتهديدات الرامية إلى تهويدها. وفي ختام الحفل قلد الشيخ طراد الفائز الدكتور عكرمة صبري بقلادة فارس القدس. كتب الله سبحانه وتعالى للمقدسيين أن يكونوا في الصف الأول للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية. هذه الوصاية التي تحمي المقدسات من اعتداء اليهود عليها، وأنها تعطي الصفة القانونية الشرعية لهذه المقدسات. في بيت الذاكرة تشرفنا اليوم بزيارة الشيخ المناضل العالم المدافع عن القدس عكرمة صبري، أمين المنبر وأيضا رئيس هيئة علماء المسلمين في فلسطين، وكرمناه طبعا بقلادة فارس القدس، وهذا التكريم عليه إجماع من المؤسسات المقدسية في الأردن وفلسطين نظرا لنضاله الدؤوب وتضامنا معه نتيجة لما تعرض له من بطش ومنع السفر في السابق والاعتداء عليه أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كنيسة القديس جوارجيوس في السلط هي كنيسة تاريخية تقع في حي الميدان بقلب المدينة، وقد تم بناؤها على مغارة أثرية في الفترة العثمانية وتحديداً عام 1682، وتعتبر الكنيسة حالياً من أهم معالم مسار السلط التراثي. نورسات زارت الكنيسة وعدت التقرير التالي. وهب الله الأردن مكانة دينية فريدة ومتميزة، حيث يسخر بوجود الكثير من المواقع والأماكن المقدسة التي يرتادها الزوار من مختلف أنحاء المعمورة. كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في السلط هي واحدة من أهم الكنائس التي لها خصوصية وقدسية في المنطقة، ليس في قدمها وتاريخها فحسب، بل في المكانة الروحانية والعجائبية التي تحدث حتى اليوم وتتناقلها ألسنة الناس على الدوام. هذه الكنيسة التي تأسست عام 1682، سبب تأسيس هذه الكنيسة هو وجود شخص كان يرعى الأغنام أمام المغارة الموجودة في داخل الكنيسة، وهذا الشخص بدأ يصلي للرب حتى يحفظ كافة أغنامه التي كانت موجودة أمام المغارة، فظهر له القديس جوارجيوس فجأة وقال له بالحرف الواحد: يا ابني هذا مكان مقدس، ابني لي كنيسة في هذا الموقع. هذه الكنيسة منذ تأسيسها وهي صاحبة العجائب الكثيرة، حيث أن هذه الكنيسة ظهرت فيها عجائب، وأهم عجوبة من العجائب عندما كانت
الدنيا بدون مطر، فكانت النساء مسلمات ومسيحيات يأتين إلى هذا المكان المقدس ويطلبن الغيث من الله، وأثناء الصلوات والتضرع إلى الله من أجل الغيث فجأة يأتي الغيث ويذهبنا إلى بيت المرحوم سعيد أبو جابر الذي كان أيضا بيت كرم وجود، ويقيم احتفالا وعشاء تكريما للسيدات بعد أن يتم نزول المطر، وهذا شاهد كل الدنيا في هذه المدينة تشهد على ذلك. كثير من المرضى شفوا، هنالك بنت سلنكية كانت مصابة في العمى، وعندما حضرت إلى هذه الكنيسة وقفت أمام المغارة وبدأت بالصلاة، فجأة بدأت بالمنادى على والدتها بأنها تشاهد كل شيء، فاستغربت والدتها وذهبت إلى الطبيب في اليوم الثاني وقال لها بأنها ابنتها قد شفيت تماما من مرض العيون. كثير من المرضى المصابين بأمراض خطيرة جدا وعنا أسماءهم ومعروفين لدينا شفوا والحمد لله من كل أمراضهم بسبب إيمانهم، الإيمان بالإيمان وبالصلاة الإنسان يحصل على كل شيء. هذه طبعا الكنيسة اللي تفتح أبوابها للجميع، والكنيسة أيضا والحمد لله يعني تضم في هذه المدينة مسلميها ومسيحيها، وهذا هو التعايش اللي بننادي فيه والناس بتنادي فيه. هنا يكون التعايش، هنا الإخاء، هنا المحبة متواجدين. هنا المجاورين للكنيسة هناك مسلمين ومسيحيين، الطرفين المسلم والمسيحي يحافظ على هذه الكنيسة حتى تبقى شعلة مضيئة أمام المجتمع. المغارة الموجودة هي توصل الكنيسة بقلعة الصلب حوالي 6 كيلو متر تقريبا ما بين المغارة وقلعة الصلب. هنالك تعاون بين المجتمع وبيننا وبين السياحة، بيننا وبين البلدية، في دائما أن تبقى الكنيسة شعلة. ويبقى لله في خلقه علامات ظاهرة تتمجد الخليقة فيها ليخرج المكان عن صمته تعبيرا عن رسالة السماء للذين في الأرض. الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح إن مسيحي العراق مكون أصيل وقفوا إلى جانب إخوانهم من كل الطوائف لمواجهة التحديات، مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجههم في بلدهم ويجب تجاوزها وعدم التهاون معها. وأكد سيادته خلال استقباله أساقفة الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم على أهمية مشاركة حقيقية للمسيحيين في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بدون تمييز، وضرورة ترسيخ مبدأ المواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص ليسهم المسيحيون وباقي المكونات في رسم حاضر البلد ومستقبله. كما هنأهم بانعقاد المؤتمر السنوي للكنيسة الكلدانية وجلسات السينودس الكلداني متمنيا لهم التوفيق في عملهم. وكان آباء السينودس الكلداني الذي انعقد في الصرح البطريركي ببغداد قد وجهوا رسالة إلى قداسة البابا فرانسيس يسألونه أن يمنحهم البركة الرسولية،
معربين عن تصميمها من الالتزام بموضوع السينودوس في كل أبرشية وعلى مستوى الكنيسة الكلدانية في العالم، شاكرين لقداسته اهتمامه بكنيستهم وببلدهم العراق وكل بلاد الشرق الأوسط. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج رايحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف كلا من الايكونومس سالم مدنات كاهن رعية البشارة للروم الأرثوذكس العبدلي ومسؤول لجنة الإعداد للزواج، والأب بشير بدر مدير المركز الرعوي لشؤون العائلة والزواج اللاتين، والأب فرح حجزين كاهن رعية اللاتين فرميمين. وقد أثرى الآباء هذه الحلقة بما قدموه من برامج متخصصة تقدمها كنائسهم للخطاب عبر دورات تعقدها للأزواج والتي تساعدهم على الحد من الخلافات الأسرية. فإلى هناك، ما هو الزواج المسيحي؟ ما هي أسس الزواج المسيحي الناجح؟ لما بنفهم هذا المفهوم كل الأمور الأخرى بتترتب تلقائيا. لما بنأكد على هذا المفهوم، لما بنمشي بمسيرة الزواج المسيحي الناجح، ما معنى زواج مسيحي؟ تفضل أبونا. يعني بكل الاتفاقيات اللي تمت عبر بداية الحياة البشرية كانت لتنظيم الحياة سواء الاجتماعية أو العاطفية أو الاقتصادية حتى، كانت تنظم بعقود. نعم. وأغلب هذه العقود إلها صلاحية بداية ونهاية، إلا عقود الزواج كانت بكل الديانات هي مبنية على بدون نهاية مدة. نعم. فهي مدتها مفتوحة. هلا في ناس رح تزعل لأنه بتقول لك هي ليست عقود وإنما عهود. لا نعم، هي هذا اللي بدي أحكيه كنت. نعم. إنه ارتقى السيد المسيح بها. نعم. هناك تقصير نعم في مرحلة الشباب، لكن نحن متغيرات العصر بات الآن الحاجة إلى مزيد من الوعي والإدراك إلى أهمية هاي المرحلة والتركيز عليها. كتير من عائلاتنا بتهتم إنه مدارس تكون متقدمة ومتحضرة وتكنولوجيا فيها عالي ونشاطات ولغات وإلى آخره، لكن الجانب الديني ما بيهتموا فيه. هل بيعطوا مثلا تعليم مسيحي؟ هل في هناك إرشاد ديني؟ هل في هناك كاهن أو راهبة أو يعطوا هذا الجانب المسيحي؟ عائلات مسيحية بدي لذلك. بالنهاية أوصل ابني. نعم. يعرف شو معنات قدسية العائلة وقدسية الزواج إذا ما ربيته، يفهم هذا المفهوم كيف بدي أكبره وأصير أطلبه لما يتجوز. اللي بنشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعني حقيقة سعادة الأزواج. يعني بالماضي كانت علاقاتنا الاجتماعية محصورة زي ما تحدثنا ما بين الحماة والكنة والمقربين من أهل جوزها ومن هيك. اليوم وسائل التواصل فتحت العالم كلياته، فمش كل اثنين متصورين ولابسين بحفلة وزوجة وزوجة انه هاي هي السعادة، ومو شرط انهم يكونوا سعيدين. انا اليوم بتمنى انه الكنيسة تطلب من معاملات الزواج تطلب ايضا فحص طب النفسي للزوج والزوجة. نتمناها هاي ان تدخل يوم احنا نطلب شهادة خلو امراض من امراض الدم البلاسيميا. نعم. انه ما يكون في بينهم عدم توافق للإنجاب. نعم. ولكن أنا بعتبر أن اليوم أي خطيبين مقبلين أنهم يطلبوا منهم عند طبيب نفسي معتمد من قبل الكنيسة، وأطباء عندنا كثار من أولاد الكنيسة، أنه يكون إنها سوية، هو سوي، أن يستطيعوا أن يعيشوا مع بعضهم البعض. يبدو أن الكنيسة مهتمة أكثر من الأجيال. نعم. الأجيال الشابة في معنى الاستعداد الإنساني والمسيحي. نعم. للارتباط الأبدي في الزواج المقدس، لأنه الأهل والخطاب نفسهم الله يكون في عونهم عليهم ضغط كبير من الاستعداد المادي، فيأتي الاستعداد الإنساني والمسيحي الروحي في محطة ثانية من الاهتمام. وهذا للأسف من التغيرات والتحولات اللي بنعيشها على كل المستويات في الزمن الحالي. لذلك استعداد الخطاب، يعني كما تستعمل الكنيسة رسالة الباب الأخير الإرشاد الرسولي فرح حب، هنالك ظلال وأضواء، في أشياء يعني قاتمة معتمة
بدها إنارة، ولكن في أشياء أيضا وأمور منيرة ومنارة ومفرحة. نعم. في النفوس والقلوب والعقليات أيضا. نعم. فبالتالي يعني لا نستطيع أن نتذمر كثيرا، ولكن ما زلنا نأمل أكثر بهذا الجانب. دكتور، اللي عم بنلاحظه أنه حقيقة الكم الهائل، ما بدي أقلل، ولكن كم هائل من فشل في علاقات زوجية عم بيصير للأسف. يعني أنا شخصيا لما بتحول لإلي أي قضية، إحنا عندنا بالقانون هلا أي قضية تسجل في المحكمة الكنائسية تحول لبيت العائلة لشهر كامل، على وعسى أن يكون في هناك أمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. نعم. يعني أول سؤال بسأله لهذول الزوجين، أنه شو صار معكم بعد الزواج؟ يحكوا لي فترة التعارف والخطوبة كيف كانت، وبنتفاجأ أنه الكم الهائل من الخلافات والمشاحنات اللي ما لازم راحوا وقفوا أمام الهيكل وأمام المذبح. نعم. فحقيقة الأهل في تقصير، نعم في تقصير من الأهل. يعني إذا بدنا نرجع للزواجات في الماضي دكتورة، الزواجات بالماضي مع أنه ما كان لا في دورات تثقيفية، نعم، ولا كان صحيح في أي تكنولوجيا، ومع ذلك كانت البنت والزوج، الزوج والزوجة، ويعيشوا داخل العائلة مع بيت حماة أو إشي، وكانت الحياة مستمرة. نعم. تستمر، ما كان في لا تثقيف، ولكن كان في هناك تثقيف من الأم لبنتها إنه كيف تدير بالك على زوجك، كيف تدير بالك على دار حماك اللي راح تشكني معهم، ونفس الشيء للشاب. ولكن اليوم بنشوف زي ما حكيتي دكتورة إنه اهتمام كثير من الأهل للأسف، كيف بدنا ندرس ابننا، كيف بدنا نعلمه، كيف بدنا نأمنه بتأمين صحي، وأمور ثانية، ولكن للأسف ما عم بنشد على أولادنا إنه يشتركوا في شبيبات، في مدارس أحد، بعض مرات حتى في دورات المقبلين على الزواج، إذا ما بنشد عليهم وما شوي بنستعمل شوي أسلوب التخويف. نعم. إنه إذا ما أخذت هاي الدورة وما أخذت هاي الشهادة ما رح يتم الإكليل. نعم. وزي ما حكى أبونا بشير، بيجوا الخطاب في البداية جايين بفكروا تقضية وقت، ولكن حقيقة دكتورة بعد ما يحضروا الدورات بصيروا يطالبون أنه ياريت لو تكون مدي أكثر. المفروض أن يكون الزواج المسيحي مصدرا لسعادة الزوجين. نعم. ولكن يبدو أن في هذه الأيام أصبح الزواج عائقا أمام السعادة. ما أكثر الزواجات في هذه الأيام التي أصبحت مصدرا لتعاسة الأطراف مما يحدو به من التخلص من هذه العلاقة الزوجية بأي ثمن كان، حتى لو كان على حساب الأولاد، ضحية الأنانية وسوء الاختيار عند الزوجين. لذلك بدأت تحدث بثلاث نقاط، بختصر من النقطتين. النقطة الأولى بعض التساؤلات، والنقطة الثانية شروط السعادة. أولا بعض التساؤلات حول الموضوع، هل نعرف أن نكون سعيدين؟ هناك قول مأثور، السعادة للسعداء، أعني هناك استعدادا للسعادة، هناك تربية ضرورية على الإحساس بالسعادة. نعم. يجب أن ننمي فينا القدرة على السعادة، لأن نبقى منغلقين على أنفسنا. هناك أشخاص مهما قدمت لهم ومهما نالوا من خيرات ونعم وتوفيق لا يعرفون الابتسامة، يجب علينا أن ننفتح على السعادة، أن نسعد معا، هذا معيار للحب الحقيقي. فعلى الزوجين أن يريا إلى أي مدى يتحقق هذا المعيار في حياتهما وماذا يفعلان من أجل ذلك. السعادة من طرف واحد ولا سيما على حساب الآخر هي أنانية، والأنانية لا تولد السعادة. كم من الوقت يخصص الزوجان لكي يصل أحدهما إلى الآخر؟ كم من الضلال المخيمة على السعادة الزوجية تصدر عن عدم الإصغاء الواحد إلى الآخر؟ كيف نوفق بين السعادة والألم في الحياة الزوجية؟ لا مفر من المحن في حياة الإنسان، والسر الألم هو السر الحقيقي، والمسيح لم يأتي لجنبنا الصليب ولكن حمله أولا وعلمنا كيف يجب أن نحمل صليبنا في حياتنا. الألم معا، يعني الزوج والزوجة يتألموا مع بعض، يقوي روابط المحبة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يدعو إلى السلام في أوكرانيا وتجنب كارثة عالمية. صلاة الأربعين لراحة نفس المطران كبرائيل دحو في كنيسة السريان الأرثوذكس بعمان. كنيسة دير الكرمل ببيت لحم تحتفل
يحتفلوا بعيد القديسة مريم ليسوع المصلوب. الأخت تريزا المصري تعلن نذور التكريس من أجل المسيح. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursatjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.